Replacement algorithms أو خوارزميات الاستبدال هي الخوارزميات اللي عن طريقها نستبدل بلوك سابق أو سلوت بمعلومات بلوك جديد. يعني when a new block is brought into cache, لمن يجلب بلوك جديد إلى الكاش ميموري حتى يوضع مكان أحد السلوتس، فالمفروض أنه يتم اختيار واحد من السلوتس بناء على خوارزمية، يعني ما بشكل اعتباطي، ويوضع بداله. في حالة الـ direct mapping there is only one possible slot for any given block and no decision is needed. معناها في الحالة الأولى اللي هي الـ direct mapping، لأن إحنا نعتمد على قانون اللي هو A module mod C، يعني الرقم البلوك مود عدد السلوت C موجودة عندي، فما عندي خيار آخر، يعني هذا البلوك راح يوضع في هذا السلوت، ما عنده أي خيار آخر، فما عندي خوارزمية للاستبدال، لأن القانون يحدد البلوك وين راح يتجه إلى أي سلوت. لكن في الطريقة الثانية، في حالة الاسوشيتيف، لأن ما عندنا قانون والبلوك ممكن يتجه إلى أي سلوت، فلازم من يتجه بلوك معين إلى إلى أي سلوت لازم يحدد هل هذا السلوت إذا كان هو فارغ أو لا، وإذا ما كان فارغ فاحتمال لازم ياخذ غير سلوت يكون فارغ. إذا ما وجد أي سلوت فارغ لازم أستبدل أو أشيل المعلومات الخاصة بهذا السلوت وأخلي بداله معلومات البلوك، لكن أي واحد من هذه السلوت راح يتم اختياره. هذا عمل ال replacement algorithms. نفس الحالة بالنسبة لل set associative، صحيح أن القانون يختار السيت، يختار أي سيت اللي راح يتجه لها البلوك من القانون هذا اللي يعطيني السيت نمبر اللي هو الكي، لكن المشكلة أنه داخل كل سيت هناك مجموعة من السلوتس وما محدد بالقانون أي سلوت اللي راح يتجه البلوك ويكون أو يضع داخله. فأيضا لازم يكون عندي خوارزمية حتى أختار واحد من هذه السلوتس، قد تكون هي 2 4 8، قد تكون هي كل السلوتس موضوعة في سيت واحدة مثل ما ذكرنا بالملاحظة الموجودة هنا. نرجع لل فإذا for associative and set associative techniques، يعني اللي الطريقتين الثانية والثالثة replacement algorithm is needed، نحتاج إلى خوارزمية استبدال. ولأجل استبدال البلوك بآخر لدينا ثلاث طرق: first in first out و least frequently used و least recently used. أول طريقة replace the block in the set which has been in the cache longest or for a long time، بمعنى أنه إذا كان عندي بلوك باقي فيه أو سلوت في الكاش ميموري لفترة جدا طويلة، أو أول سلوت دخل إلى معلومات دخلت إلى الكاش، فهو اللي راح يستبدل. يعني أقدم بلوك دخل إلى السلوت يستبدل، أي أول بلوك دخل هو اللي يخرج أو يستبدل. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية least recent frequently used، بمعنى أنه لو كان هناك بلوك ما بالضرورة يكون أقدم بلوك، ممكن أنه دخل من فترة قصيرة إلى الكاش، لكن قليل الريفرنسينج أو استخدام هذا البلوك كان قليل فيستبدل. has experienced the fewest references، بمعنى يستخدم أو يمتلك أقل استخدام. least recently used أو LRU اللي هي تجمع بين الطريقتين تقريبا، تستبدل البلوك في السيت اللي هو موجود في الكاش منذ زمن طويل، يعني longest for a long time، وبدون أي referencing to it. يعني الطريقة الأولى كان ممكن أنه هذا البلوك القديم أنه يحصل عليه reference، وهذا الطريقة الثانية أنه البلوك ما يكون قديم لكن قليل ال referencing أو الوصول إلى هذا البلوك. لكن هذه الطريقة أنه البلوك موجود في الكاش لمدة طويلة وفي نفس الوقت الريفرنسينج أو الوصول إلى هذا البلوك تكون كلش قليلة فيستبدل.
الرايت بوليسي هي طريقة تحديث البيانات المكتوبة في الكاش على المين ميموري، لأن الكاش هي الجزء أو المخزن البسيط بين السي بي يو وبين المين ميموري. فالمفروض أي عملية تغيير تجرى في الكاش تنقل إلى المين ميموري، لأن هي بالنهاية المين ميموري اللي يتعامل معها المستخدم أو الهارد ديسك، يأخذ منه المعلومات. فالمفروض أنه بعد ما تكتب أو تتغير أي معلومة على الكاش تكتب في المين. فعندنا طريقتين، الطريقة الأولى هي الـ write through، والطريقة الثانية هي write back or copy back. طبعا هذه الـ write policy فقط تخص عملية الكتابة، لأن القراءة ما تغير شيء من الذاكرة. الطريقة الأولى تفترض أنه كل عمليات الكتابة اللي تجرى على الكاش أيضا يتم كتابتها، أو المعلومات اللي تتغير على الكاش رأسا تكتب على الذاكرة أو يعاد كتابتها على الذاكرة، ensuring that main memory is always valid، حتى يضمن أنه الذاكرة دائما تكون معلوماتها صحيحة. لكن هناك disadvantage أو مساوئ لهذه الطريقة، أنه دائما أو هناك عمليات كتابة عالية أو operations غير ضرورية unnecessarily high rate of memory writes، بمعنى حصول عمليات كتابة غير ضرورية، لأن في بعض الأحيان احتمال ما يكون أصلا كان حدث تغيير في الكاش، فيكتب المعلومات مرة أخرى أو ينقلها إلى المين، فتأخذ وقت، يعني تستغرق أو تستغرق زمن هذه الطريقة أكثر من الثانية. الثانية اللي هي write back or copy back تقلل عمليات الكتابة على الذاكرة. write back بمعنى الكتابة على الذاكرة. التغيير يحصل في الكاش، يعني لو حصل عملية كتابة فراح تتم على الكاش، لكن يضعون بت يعني يربطونه أو يعتبرونه تابع لكل سلوت. هذا البت يسمى بـ update bit. الـ update bit إذا حصل أي تغيير في الكاش في السلوت التابع طبعا للكاش، فهذا الـ update bit راح يكون 1. فعندما يتم الكتابة على أو تغيير على الكاش، فتنقل المعلومة رايت باك إلى الذاكرة فقط في حالة أنه الأبديت بت يساوي 1 أو سيت، سيت بمعنى يساوي 1. لكن أيضا هذه الطريقة تمتلك ديس أدفانتج، المين ميموري والكاش كان بي inconsistent، I mean that have different data associated with the same physical address، بمعنى أنه قد تحصل عملية تغيير على الكاش وقبل ما يفحص هل الـ update bit أو يغير الـ update bit ويحصل ويعمله 1 أو set، المين ميموري احتمال يصل لها referencing من إلى الـ physical address معين اللي هو حصل عليه التغيير، وبعد ما نقلت المعلومات من الكاش إلى المين ميموري، لأن بعد ما فحص هل الـ update bit هو 1 أو لا، فبهذه الحالة راح يقرأ معلومات خاطئة، لأن الكاش تمتلك المعلومة الصحيحة والمين ميموري لا زالت ما تغيرت المعلومة عليها. فهذه أيضا من المساوئ للطريقة الثانية. يعني بشكل عام كل طريقة لها خصائص ومساوئ خاصة بها.